كنقول عيدك الشيء اللي كنحس به. يعني المرأة مظلومة بزاف، مكتر المرأة اللي ساكنة في العروبية. الناس ديال البادية يعني محقورين بزاف، كاينة المرأة اللي باقي كيضربها راجلها، كاينة المرأة اللي باقا ما كتقدرش تخرج حيت إلا خرجت يقدر يقتلها راجلها، كاينة المرأة تبغي تشي تجيب شي حاجة ما يعني ما يعطيها لها شي المخزن، بزاف د الحوايج. حنا كنتمنى من الفوق الحمد لله يكون شي حاجة أحسن. اليوم الفيدرالية اختارت أنها تخلد اليوم العالمي للنساء من خلال وقفة أمام البرلمان اللي شد الانتباه ولفت الانتباه ديال صناع القرار ديال النخبة السياسية المتواجدة في البرلمان بأنه راه العنف مستشري والتمييز مستشري. راه 80% من النساء المغربيات راهم خارج النشاط الاقتصادي في المغرب، راه كاين تمييز كما قلت وكاين عنف كثير. أنه الآن عندنا قانون جنائي اللي راجع ل 1962 اللي عنده اكثر من 60 عام الان، وانه قانون جنائي اللي هو متخلف عن يعني عن عن هذا الزمن هذا اللي احنا عايشين فيه، ما واكبش التطورات اللي عرفتها اللي عرفها المجتمع المغربي، التطورات السوسيو اقتصاديه ما واكبش التطورات اللي عرفتها النساء. وبالتالي هو واحد القانون اللي ما كيحميش النساء، ما كيوفرش الوقايه والحمايه وجبر الضرر وعدم الافلات من العقاب للنساء المغربيات، ما كيضمنش الحريات الفرديه والحريات الجماعيه بشكل كافي. قانون اللي خصو يتلائم مع الدستور المغربي ومع المواثيق الدوليه، وخصو في الحقيقه مراجعه اللي تكون عميقه في الفلسفه ديالها، اللي يكون الفرد ويكون المواطن وكل انسان محور ديال الفلسفه ديال القانون الجنائي الان. كذلك كاين نقاش عمومي، نقاش اللي تفتح حول مدونة الأسرة، المدونة اللي الآن ما بقاتش كتواكب كذلك هاد الظروف أو الوضع ديال النساء المغربيات، مدونة اللي كتكرس الدنيا والتشييع ديال النساء المغربيات، هي مدونة اللي فيها وصاية ديال يعني وصاية ديال الرجل على المرأة، مدونة اللي كذلك اللي خصها تغيير يعني إصلاح وتعديل المنظومه ديال الارث باش تكون ما يكونش فيها تمييز بسبب الجنس وتمييز بسبب الدين. يعني ان الاوان انه المدونه تكون عندنا مدونه اسره مبنيه على المساواه ومبنيه على يعني على مقاربه النوع، وكذلك تكون مبنيه على ومأخوذة من تاخذ بعين الاعتبار الواقع الواقع ديال النساء ومعاناة ديال النساء في الحياة ديالهم. الوقفة ديال اليوم هي وقفة بمناسبة 8 مارس، اليوم العالمي للتذكير بحقوق النساء. هذا اليوم هو يوم التذكير بمكتسبات النساء عبر العالم، مكتسبات الحركة النسائية عبر العالم وفي المغرب كذلك، مكتسبات ديال المرأة المغربية. وهو يوم كذلك للتذكير بالمطالب ديال الحركة النسائية والمطالب ديال المرأة المغربية. مطالبنا بسيطة وواضحة، حقوقنا الإنسانية بغيناها اليوم قبل غدا، لغمونيزاسيون ديال الترسانة القانونية مع دستور 2011 اللي هو التزام وطني للمغرب بالإضافة للالتزامات الدولية ديال المغرب، خصها تحقق في الترسانة القانونية المغربية. اليوم المدونة مازالت فيها مقتضيات تمييزية ما بين النساء والرجال واللي ما كتحترمش حتى المصلحة الفضلى للأطفال، والقانون الجنائي كذلك اللي خصو يتلائم مع فلسفة ديال الدستور، يحمي الأفراد ويضمن لهم حرياتهم.